لا أحد يستطيع أن ينكر أن الجمهورية الإسلامية وقفت مع العراق منذ 2003، وفي 2014 كانت هي السباقة وقبل التحالف الدولي، وأيضا كان المستشارين اللبنانيين والإيرانيين معنا في جبهات القتال، وأيضا الدور الكبير للشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وضيف العراق الشهيد قاسم سليماني والمرجعية الدينية وصفتهم بقادة النصر. أتمنى من الحضور الكريم فأعتقد الموضوع صوت في القاعة. الشكر والتقدير لكل من وقف إلى العراق، والعراق لن ينسى من وقف معه. في موضوع الانتخابات أستطيع أن أقول ستجري الانتخابات من دون أي سلاح منفلت. شلون وليش خلوها بعدين. في موضوع مخيم الهول، مخيم الهول الذي يبعد عن الحدود العراقية السورية 13 كيلو، فيه أكثر من 70,000 30,760 عراقي، 30,000 سوري، وبحدود 10,000 مما يسمونهم بالمهاجرين والمجاهدين أجانب، وهؤلاء من 50 دولة. في الجانب العراقي توجد كمبات أو أقسام، 500 عائلة طلبت رسميا العودة للعراق، والتدقيق الأمني منذ سنتين لدينا أكثر من جهة أرسلناها للمخيم وبعناوين متعددة، والتقت بالعوائل. وأيضا أنا أعتقد أن بقاء المخيم بهذه الطريقة يشكل تهديد كبير للأمن القومي العراقي، ولا بد من معالجة هذا المخيم. وجود أكثر من 20,000 طفل عراقي ضمن 30,000 يعني دون 18 عام، ينشأ هذا الطفل والفتى في هذا الجو فيه من الحقد ومن التشدد، أعتقد سيكون أكثر خطورة في المستقبل. طالبنا المجتمع الدولي، طالبنا التحالف الدولي وكل سفراء الدول الدائمة العضوية، طلبنا منهم أن يقفوا مع العراق إلى جانب العراق لمعالجة هذا الملف. شكرا جزيلا. المستشارين غير القوات القتالية، القوات القتالية ستنسحب حسب الاتفاق الذي حصل في واشنطن في الزيارة الأخيرة. هل هناك عدد محدد للمستشارين أو المدربين الذين سيكون؟ لحد الآن الحكومة العراقية ما قدمت حاجتها لعدد المستشارين والمدربين حتى نقول ما هو العدد المحدد. بالوقت الحاضر الناتو موجود، الناتو منذ عام 2004-2005 يمارس عمله في العراق، والشرطة الإيطالية تدرب الشرطة في وزارة الداخلية العراقية بوجود التحالف الدولي. يعني لم تنفصل القضية، سيذهب التحالف الدولي ويأتون الناتو، لا موجودين ومن دول متعددة، وأغلب دول الناتو موجودين ويعملون بشكل متواصل. انقطعنا هاي السنتين بسبب الكورونا، وسنباشر قريبا، وهنالك اتفاق بين وزارة الداخلية والشرطة الإيطالية على البدء ببرامج التدريب مجددا، وكذلك طلبنا من الناتو أن يوسع التعاون مع الدفاع والداخلية والبيشموغة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. من مجموع 7 مؤسسات أمنية حسب معلومات، إذا خطأ صحيح لي، فقط يشمل الآن قيادة العمليات المشتركة والدفاع مهمة الناتو تدريب، لا يشمل المؤسسات الأخرى؟ لا الداخلية منذ 2005، لا تقول إيطالي، والدفاع كذلك، وأيضا الأخوة في جهاز مكافحة الإرهاب والبيشموغة موجودين، أستاذ جباريا أيضا موجود. الطلب العراقي الآن لا توجد زيادة بالأعداد، وإنما نبحثها في العام القادم، وإنما توسع تقديم الخدمة للمؤسسات الأمنية، وهذا أيضا بتوجيه السيد رئيس الوزراء أن يشمل جميع مؤسساتنا الأمنية. القوة الناتو ليس قوة قتالية، قوة تدريبية استشارة وقضايا أكاديمية، نستفيد من خبرة المجتمع الدولي ومن وما وصلوا إليه من استخدام التقنية في مجال تطوير القدرات، وهذا أيضا حق للعراق ولأي دولة أن تستفيد من كل أصدقاء العراق. بما فيها هيئة الحشد الشعبي. نعم أي جهة أمنية تحتاج إلى مساعدة الناتو فالعراق يرحب بذلك وندعم، وسنقدم كل التسهيلات. إلا إذا كان مؤسسة من المؤسسات تقول نحن لسنا بحاجة إلى التدريب، هذا شيء طبيعي. فيما يخص اتفاق سنجار،
اتفاق سنجاو الذي وقع بين بغداد وأربيل وهو اتفاق محترم ونعتقد اتفاق منصف، لا تستطيع أن تأتي باتفاق يرضي الجميع 100%، ولكن أنا أعتقد أن الاتفاق وقع من أجل أن يطبق لا أن يعوق، والإرادة موجودة لتطبيق هذا الاتفاق، وتم تطويع 2500 من أهالي سنجار، 1500 من المخيمات الموجودة في إقليم كردستان، وألف من شبابنا الموجودين في مدينة سنجار، والسيد وزير الداخلية مطلع أول بأول باهتمام الملف التطوع الموجود عند معالي وزير الداخلية، ودائرة التطوع في الوزارة تعمل بشكل متواصل بالإضافة إلى التقييم الأمني لهؤلاء وكل شروط الموجودة في التطوع لدى وزارة الداخلية. هؤلاء عندما يتم استكمال كل الإجراءات سيستلمون الملف الأمني في داخل قضاء سنجار. نعم هنالك بعض المعوقات تحتاج إلى بعض التفاهمات في، ولهذا أقول كثير من الملفات الأمنية الداخلية بحاجة إلى تفاهمات سياسية، لا تحل كثير من العقد والمشاكل من خلال السلاح وإجراءات أمنية، وإنما من خلال تفاهمات سياسية واتفاقات من أجل حلحلة الأمور الموجودة. أؤكد أن اتفاق سنجار اتفاق محترم، والحكومة العراقية حريصة على تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة بعض الإشكالات التي قد تحصل. وهنا أحب أن أحيي الأخوة في إقليم كردستان لتعاونهم وتجاوبهم الكبير في كثير من القضايا، ليس فقط في موضوع سنجار، حتى في موضوع المناطق ذات الاهتمام المشترك، في موضوع الملف الأمني، والتعاون الكبير بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة لاستلام ملفات مهمة وأساسية غرضها وهدفها الأمن. إذا أما ما تسميهم ب الهيئة التنسيقية، نعم الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، الهيئة التنسيقية، أنا سئلت في زيارتي إلى واشنطن، قال قد يكون البعض أشبه بطالبان، قلت الفرق كبير، هؤلاء لا يشبهون بطالبان، طالبان تسعى للسيطرة على الحكم. الأخوة وجهة نظر الإدارة الأمريكية أن الفصائل المقاومة هي أشبه بطالبان، يعني تسعى للسيطرة على الحكم. قلت هؤلاء قدموا الدماء وتضحيات في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن الأخوة الموجودين يعتقدون أن وجود القوات الأمريكية لا حاجة له ولا بد من أن ينسحبون. الحكومة العراقية تحترم قرار مجلس النواب العراقي الذي صدر في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي. نعم هنالك وجهات نظر مختلفة، القوات الأمنية في اجتماعات متعددة عبرت عن حاجتها الحقيقية، وما زلنا نقول نحن بحاجة للدعم الجوي، بحاجة للتدريب، بحاجة للتسليح، وهذا الموضوع ما زال مستمر، ولكن قوة قتالية على الأرض واتفاق مع القوى السياسية واحتراماً للإرادة الوطنية، تم القرار من قبل الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي على انسحاب ما تبقى من قوات أمريكية أو أجنبية، يعني احنا ما نقول فقط قوات أجنبية في العراق، ليس القضية متعلقة بالقوات الأمريكية. هل طالبت هذه الفصائل بضمانة للخروج في نهاية العام حتى ننتقل إلى السيد الساعدي؟ نعم الفصائل المقاومة عندما التقت بك حكم أنه نقطة تواصل كما يقال، أو ربما تحظى بثقتها، هل طالبوا بضمانات؟ طالبوا والضمانات موجودة، اطمئن. طالبوا والضمانات موجودة. والضمانات أنت الضامن إن شاء الله؟ هسه موجود، الملائكة موجودة، هواي ناس موجودة. دار السيد مامون إن شاء الله.